وقت امين اللهم غنوثق بجهود بشكر يا بادس في السماوات القدس اسمك لا تكون لكم مشاهده كان في السماء كذاك الارض وبذلك فنعطى اليوم مغفر لذنوبنا كما نغفر احنا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجاه من الشرير المسيح يسوع ربنا انك مكونك لابد امين. باسم الصليب ايه ده؟ انا ايه اللي رجعني هنا تاني؟ رمزي رمزي ثادي ايه يا معلم؟ ده انا عمال انادي على الناس من الصبح ومفيش حد عايز يرد عليا. طب وبعدين؟ انا كل ما اكلم حد محدش يرد عليا. وبعدين محدش شايفني خالص. اعمل ايه بس يا رب؟ لا حد شايفني ولا حد سامعني والوقت اتاخر عليا قوي. انا عايز انزل من هنا، عايز انزل وارجع تاني اشوف صحابي واروح لاهلي وعايز ارجع لحياتي الطبيعيه بقى. الانسان غريب بطبيعته، مهتمش في سلامه على ربنا اللي هو صاحب البيت وهو المفروض ضيف عند ربنا، ولكن اهتم بالضيوف اللي زيه في بيت ربنا، اهتم بالعالم وراحته ونسى انه ضيف على الارض. احنا اسفين يا رب، خلينا بيتك مكان نتقابل فيه ونلعب فيه ونتكلم فيه. كان لازم نفهم ان الكنيسة مش مكان للنادي، الكنيسة مكان للفادي.